تحية لكم من جديد وأهلا بكم مشاهدين إلى هذا البث المباشر، طبعا تتابعونه عبر هنا لبنان. نحن معكم أيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي منطقة أرويس تحديدا، حيث الغارات الإسرائيلية العنيفة شنت على هذه المنطقة في الضاحية في مختلف أحيائها وفي مختلف مناطقها. كما حصل أمس، شن العدو الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة بعدما طلب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من سكان عدة مناطق في الضاحية، نذكر منها برج البراجنة، حارة حريك، وكان تحديدا أمس طلب الإخلاء لسكان حارة حريك، لكن ما لبث أن تم استهداف مناطق عدة كمنطقة أرويس وبئر العبد وأيضا الشويفات. هذا المبنى هنا تحديدا سوي بالأرض تماما هنا على طريق أرويس المحاذي لأوتوستراد السيد هادي نصر الله، وكما نرى الدمار كبير في المباني المجاورة. هذا المبنى سوي بالأرض تماما، المباني المجاورة تضررت أيضا، ويعتبر هذا الشارع مشاهدينا هو من الشوارع والأحياء الحيوية هنا في هذه المنطقة، حيث الأسواق والمطاعم والعديد من المحال والمتاجر المتعلقة بالملابس والبضائع. وهنا يأتون أهالي الضاحية الجنوبية للتبضع في هذه هذا المكان، حيث يعني لا يمكن أصلا وبحسب ما نرى بأم العين أن يكون في هذه المباني أو في هذا المبنى تحديدا أي نوع من السلاح، إذ أننا نرى أثاث هذا المنزل فقط بين ركام المبنى الذي سوي بالأرض. كما نرى مشاهدينا بعدسة الزميل خالد الحصري، هذا المبنى الذي سوي بالأرض، نذكر أن مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف كان أكد أن لا وجود لأي أسلحة في هذه المباني التي تقصف وتستهدف في الضاحية الجنوبية، كما لفت إلى أن اشتباكات دارت بين عناصر المقاومة الإسلامية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في بلدة مارون الرأس. لبيك يا رسول الله، 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 لبيك يا
مشاهدينا طبعا كما نسمع هتافات سكان هذه المنطقة الذين قدموا إلى هذا المكان للاطلاع على منازلهم، وهم البعض منهم طبعا استغل هذه الجولة الإعلامية للدخول إلى المنطقة ومعاينة منزله. سنتابع الجولة مع وسائل الإعلام. هنا المبنى الذي قصف طبعا، سحب الدخان لا تزال ترتفع من هذا المكان، رائحة الحريق كبيرة. طبعا لا تزال النيران تشتعل في أسفل هذا المبنى ومن بين الركام. هنا نتحدث عن أكثر من مبنى فعليا. نذكر أن عدد كبير من سكان هذه المناطق نزح منها ومن منازلهم، سيما بعد طلبات الإخلاء المتكررة التي حصلت قبل 2 أيام أو قبل 3 أيام عند بدء الضربات العنيفة على